في ملف محاكمات رموز النظام السابق، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي 540 مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات أثناء أحداث ثورة يناير. وقضت المحكمة بتغريم العدلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه بسبب ما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار جراء قطع اتصالات الهاتف والإنترنت. بإلزام كل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب إبراهيم العدلي وزير الداخلية الأسبق بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى الخزانة العامة للدولة بالتضامن فيما بينهم مبلغا مقداره 540 مليون جنيه عن الأضرار التي تسببوا بخطئهم الشخصي في إلحاقها بالاقتصاد القومي قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، توزع فيما بينهم بإلزام حبيب إبراهيم العدلي وزير الداخلية الأسبق بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتعويض مقداره 200 مليون جنيه، وبإلزام أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتعويض مقداره 40 مليون جنيه، واحتفظت للمضرور متمثلا في الخزانة العامة للدولة بالحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير وطلب زيادته خلال مدة حددتها المحكمة بنهاية السنة المالية القادمة للدولة 2011-2012، وألزمتهم بأشخاصهم مصروفات طلبات التعويض. رفعت الجلسة. نقلت